الخروقات الأمنية في محافظة ديالى لا زالت مستمرة، والعصابات الإجرامية تنفذ عملياتها على المدنيين العزل. كان آخرها مساء يوم أمس هجوم استهدف المدنيين في قرية الإصلاح بناحية جلولة، راح ضحيته 6 شهداء و5 جرحى. صارت عرض على القرية، قامت العالم تضرب منا والجيش يضرب وصارت هوسة. طلعت أنا قلت جيراني إيش فيهم تعايطون، تعرف طيحتهم 4 5 نفرات ماتوا. طلعت بعد عدت توني قدام بالحديقة بجاني القناص ضربني القناص. إجا أخوي ناوي يركض شافني وقعتهم ضربه قناص. أيوة قناص، وقعوا 4 نفرات 5 تقريبا من عائلة واحدة. أي والله الوفر هو الدولة. أي والله نسوان وزرق. هل القرية دائما تتكرر عليها الخروقات؟ هاي دائما تتكرر عليها، ما يصير فيها على حد. ما سووا لكم حلول أمنية؟ لا يسووا حاطين نقاط هناك، نقاط ما تقدر، ما تقدر. لازم بيك الصفحة يجي من الجبل، يلزم الجبل يجي من المزور. بحسب مراقبين للشأن السياسي، إن ما يحدث في ديالى هي نتائج الصراعات السياسية في بغداد، والمجامع الإرهابية تتخذ من هذه الصراعات كثغرة لتنفيذ هجماتها. يعني استمرار العمليات الإرهابية يأتي كنتيجة طبيعية لوجود صراعات خلافات سياسية وتأخر بتشكيل الحكومة. وأنا أعتقد أيضا أن الإرهابيين والمجامع الإرهابية تستغل اليوم الأجواء المناخية، وأيضا تستغل ضعف تحركات القوى الأمنية، لا سيما أن التحركات الأمنية بعمليات عسكرية كثيفة هو ليس طريقا ناجعا للقضاء على الإرهاب والحواضن الإرهابية، باعتبار أن الإرهاب اليوم يتحرك بشكل خيطي. لابد أن يكون هناك تواصل استخباري، معلومة استخبارية، جهد استخباري واضح في سبيل قبر الأعمال الإرهابية قبل حصولها وقبل حدوثها. التوتر الأمني في ديالى لا يزال مستمراً، والقضاء على المجامع الإرهابية يتطلب عمليات أمنية واسعة وتفعيل الجهد الاستخباري للقضاء على الإرهاب. من محافظة ديالى عبدالله الباش، قناة الرشيد الفضائية.